مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم جميعا. أتمنى لكم محاضرة سعيدة. حقيقة اليوم نتيجة تراكم الواجبات على البعض وانشغاله رح نعمل مراجعة. المراجعة رح تشمل البنود المواصفة اللي نحن تدربنا عليها، المبادئ الأساسية والمعلومات الأساسية. الهدف من هالشي هو أنه أنا ربط لكم أفكاركم لحتى نقدر أنه نستمر، وكمان لأعطيكم فرصة. اليوم ما رح بعطيكم واجبات، ولكن أرجو بالمحاضرة القادمة الكل يكون أغلق كل التراكمات، وكل من يتغيب يتساعد مع الآخرين. برجع بذكر بأنه المواصفة هي مواصفة إرشادية تحتوي على 10 بنود و10 متطلبات. هناك 3 متطلبات مع المقدمة إرشادية، ومن ثم البقية من الرقم 4 إلى نهاية المواصفة هي متطلبات إلزامية. فيما يتعلق بالبند الرابع الأساسي، وعم يحكي عن الـ Content of Organization، مكونات المنظمة، وصلنا فاهمينها. ومن ثم البند الخامس بيتكلم عن Leadership والقيادة تبع المنظمة. والبند السادس اللي هو الريسك، وأيضا البلانينج. طبعا كل هالشيء هذا بيهدف في هالمرحلة هلا أنه نأسس لنظام إدارة جودة Quality Management System يهدف إلى كسب رضا المتعاملين الداخليين والخارجيين والمجتمع والشركاء الخمس عبر تطبيق متطلبات وبنود المواصفة. ومثل ما شايفين بالرسم أمامكم، المواصفة لها بنود رئيسية وبنود فرعية وبنود فرعية الفرعية. ولكن في ناحية هامة جدا، انتبهوا هون على الرسم هذا، في عندكم ال4 بنود بالأخضر، هدول هن بيغطوا مرحلة البلان، تمام؟ البند الأزرق بيغطي مرحلة دو، الأصفر هو اللي هو تشيك تدقيق، والزهر الأخير هو اللي بيغطي مرحلة التحسين واتخاذ الأفعال التحسينية. هذا الرسم وهذه السلايد لازم ما تنسوها أبدا، راح أحط لكم إياها وتحتفظوا فيها قدامكم بشكل دائم حتى تعرفوا كيف